قام سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بجولة تفقدية لمركز العمليات ووحدة الاتصال والمتابعة الخاصة بتطبيق شلونك في منطقة السالمية، ورافق سموه خلال الجولة معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، ومعالي وزير الصحة الشيخ دكتور باسل حمود الصباح، ومعالي وزير الدولة لشؤون البلدية ورئيس فريق الدعم التكنولوجي الخاص بتطبيق شلونك المهندس وليد خليفة الجاسم. واستمع سموه إلى شرح من المسؤولين حول تطبيق شلونك الذي دشنته وزارة الصحة بالتعاون مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات وشركة زين للاتصالات وعدة جهات حكومية وأهلية، ويعنى بمراقبة الأشخاص العائدين من الخارج والخاضعين للحجر المنزلي ومتابعة حالتهم الصحية ومواقعهم والأشخاص المخالطين لهم. وأوضح المسؤولون خلال العرض أن رؤية تطبيق شلونك ترتكز على حماية الكويت من انتشار وباء كورونا المستجد، وتصميم أداة فاعلة تمكن البلاد من العودة التدريجية للحياة الطبيعية بطريقة آمنة. وأشار المسؤولون إلى أن التطبيق يهدف للتحول تدريجيا إلى منصة لوزارة الصحة للرعاية عن بعد وتقديم خدمة المتابعة والمراقبة عن بعد للمريض، إضافة إلى ربط التطبيق مع الجمعيات التعاونية والمستشفيات والصيدليات وتطوير خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. ثم أجرى سموه اتصالا مرئيا بأحد المواطنين العائدين من رحلات الإجلاء الأخيرة، أعرب فيه سموه عن تقديره لالتزامه بإجراءات الحجر المنزلي ليكون بذلك قدوة حسنة لإخوانه وأخواته المواطنين والمواطنات، مؤكدا أن هذا الالتزام سيسهل من عودة حياتهم إلى طبيعتهم في وقت قصير. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في غاية السعادة اليوم أني أكون في مركز التتبع لبرنامج تطبيق شلونك، وسعيد بأن أرى على أرض الواقع هذا الجهد الكبير اللي يعني بذل لمتابعة كل المسافرين اللي ينطبق عليهم الحجر المنزلي. توجيه سيدي صاحب السمو بعودة الكويتيين ليصوموا معنا في شهر رمضان المبارك ترتب عليه التزامات بتنفيذ هذا التوجيه بأن نحقق أكبر قدر ممكن لحماية الصحة العامة. برنامج تطبيق شلونك أعطانا مساحة وفسحة كبيرة للمتابعة. القائمين على متابعة هذا البرنامج اللي يوصلون ليل نهار لمتابعة كل من سجل وكل من ينطبق عليه هذا البرنامج، جهد كبير، تعامل راقي، نصائح باستمرار وإرشادات وحث على الالتزام بالفترة الزمنية للحجر المنزلي. الجهد هذا يعني شراكة بين جهات حكومية متعددة تقودها وزارة الصحة ومع القطاع الخاص ومع أجهزة حكومية. أنا سعيد بأني أشوف إخواني وأخواتي وأبنائي وأبنائي الدكاترة في عملهم وراء الأجهزة للتأكد من الالتزام بالإرشادات بشأن الحجر المنزلي، وأيضا ما يقومون فيه من جهد كبير في التواصل معهم بطريقة تساعدهم على فهم أكبر لما هو مطلوب
في تنفيذ هذه الإرشادات الصحية. اللي أقدر أقول أني أنا سعيد بهذا الالتزام الكبير اللي أشوف المشتركين في برنامج شلونك ينفذونه في الحجر المنزلي، والمخالفات البسيطة اللي أرجو أنها وأعمل أنها يعني تتقلص وتنتهي، لأن أي مخالفة وأي خروج عن هذه الإرشادات في خطر على الشخص وعلى عائلته وعلى المجتمع. فبالتالي الالتزام هو الضمانة إن شاء الله اللي تجنبنا انتشار العدوى، مع شكري وتقديري لكل من التزم بالحجر المنزلي ونفذ كل الإرشادات، إلا أن بعض المخالفات ما زالت قائمة، وهذه يعني يجب أن لا تكون. والمتابعة اللي أنا قاعد أشوفها تحقق هذا الغرض في تقصي كل ما يتعلق بالمخالفة ومتابعة الشخص حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه. احنا كلنا مسؤولين عن صحة المجتمع، كلنا مسؤولين عن إن شاء الله الانتهاء من هذا الوباء بأسرع وقت ممكن. شكرا لكم.